بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 20 من ماي 2022، مع يوم يعني دام نسبيا وتجميع للبيتكوين بما تحمل الكلمة من معنى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأني أرى أن الحيتان بدأت تجمع بشكل جميل جدا على البيتكوين، ونحن نقترب من القاع التاريخي للبيتكوين. أقولها يعني وأعي ما أقول، القاع التاريخي بمعنى أننا الآن نكونه، الآن نكون هذا القاع التاريخي، وهذه الأسعار كلها تعتبر جيدة جدا للشراء. أقولها يعني طبيعة الحال، أنا حينما أقولها يعني عن قناعة، عن طريق أدواتي، وأقولها لأنني أنا في المعمعة واشتريت بما تحمل الكلمة من معنى على هذه الأسعار. وكما تشاهدون معي هنا أنني هذا الشراء في هذا النزول اشتريت، واشتريت كذلك مقابل اليورو. المهم على العموم أنه بالنسبة إلي هذه الأسعار جد جد ممتازة على البيتكوين. على هذه الأيام التي مضت كلها تجميع، الإندكس قوي جدا، شراء محض. أنا صدمت من النزول الذي حدث قبل قليل. هذا النزول الذي رأيتموه هنا في هذه الأسعار، رأيت جحافل من البيتكوين تشترى دون أن يتحرك السعر. صدمت من هول ما رأيت، وأنا أشاهد يعني البيانات تمر عبر كونتور. فأقولها لكم، الآن نحن في أماكن شراء جد جد ممتازة، ونقول عنها أقل ما يقال عنها، أقل أنه ما يقال أهداف سوينجية جد جد ممتازة، إن لم نقل أنه سيكون القاع التاريخي لما قد نصل إلى ما بعد 100,000 بيتكوين للبيتكوين. وأقولها يعني بما أرى، والله أعلم. يعني عندك دايفرجنس قوي جدا على الويكلي، هذا نادر ما يحدث، وحينما يكون ذا قوة عالية. حينما يكون عندك دايفرجنس على الويكلي على هذه الشاكلة، فأظن أن المسألة تكون ذات قوة لاحقة جميلة مستقبلا بإذن الله. يعني عندك هذه الدايفرجنس القوية جدا، ويكلي ممتازة. بالنسبة للديلي، وأحبابي في الدورة يفهمون هذا الكلام، نحن نقترب من مناطق التي سوف ننطلق منها بإذن الله تعالى. هذا الأمر يعني بالنسبة إلي ما هو إلا مراحل تجميع. ذكرت لكم آنفا هذه الحيتان التي كونت القاع، قاع يناير، قاع عفوا ديسمبر 2018، وكونت لك قاع جويلية 2021، وتكون لك القاع الذي نحن بصدده الآن. وهذه الكميات التي أشاهدها من الشراء في هذه الأسعار يقول لي أنه نحن الآن على مشارف قاع تاريخي للبيتكوين. وأقول لك، هاتي الحيتان التي اشترت حينما كنا في هذا القاع، واشترت حينما كنا في هذا القاع، وتشتري الآن حينما نحن في هذا القاع. فهي حركات مدروسة لمجموعة أدرسات للكبار يعني التي أتابعها يعني بين الفينة والأخرى. كذلك هذا الحوت الذي أدخل 1500 عفوا للبيع، ثم أعاد 1200، بقي له 300 بيتكوين وبعض الزيادة وعلى الأرباح لكي يخرج رابحا وينطلق يعني، وتنتهي بعده مسألة تجميعه. ولكن هذه الأدرسات الأخرى التي أراها جد جد ممتازة وتجمع، كما قلت لكم هي التي كونت القاع. وهذه الحيتان لا تبيع البيتكوين البتة، يعني هي تعتبره ملاذا آمنا، وتعتبره الملاذ يعني للمستقبل، لأنها لا تخرج الكميات، الكميات فقط تدخل ولا تخرج، الكميات تدخل ولا تخرج. هذا باختصار يعني وضع المسألة يعني من هذا الباب. بالنسبة أيضا لشيء آخر سبق وذكرته لكم، يعني أنه
الأماكن يعني التي نحن نتحدث عنها، وهو الحيتان التي تجمع والكميات التي تكبر للحيتان. لكي تفهمون هذا الكلام، أنا أريك الآن مثلا على جلاس نود، هذه الحيتان التي تتجاوز 10,000 بيتكوين. انظر إلى الشرط كي تفهم ماذا يحدث. يعني لو أخذت لك 6 أشهر لكي ترى أن نحن في صعود للحيتان الكبار، ليس 1,100 وجوج بيتكوين، 10,000 بيتكوين فما فوق. يعني هؤلاء الذين يعني يحركون السوق صراحة، والتي عندهم كميات خرافية من الأموال. باختصار يعني هذا ما وددت الحديث عنه من ناحية التكنيكال أناليسيز والأونشين أناليسيز لكي تأخذوا نظرة. كذلك نحن على مستويات جد جد ممتازة على الفير اند جرين اندكس، وأقول أننا نحن في قيعان، ودائما هذا المؤشر ما يخطئ لو اشتريت معه. يعني هذه تجارب، يعني أقلها تربح 20 30 50% من البورتفوليو إذا كنت اشتريت في قاع الفير اند جرين اندكس. أقولها وخذ ستاتيستيك واذهب. هناك أنا قرأت يعني مقالا حول هذا الأمر، وفيه يعني إحصائيات مدروسة. خذ لك الفير اند جرين اندكس وخذ لك سعر البيتكوين وانظر ماذا حدث بعد هذه المستويات. أترك لك البحث عن هذه البيانات لكي تفهم أنه نحن نتحدث عن مستويات جد ممتازة. كذلك الليكويديشن اليوم أعجبتني كثيرا، لأننا وصلنا أيضا مستويات جد جد ممتازة، 600 مليون ركت من اللونج شورت. هذا يعتبر جد جد ممتاز، وجلها لونج وليس شورت، بمعنى أنه الطريق الآن يعني يتم بناؤه. من أجل ماذا؟ نحن نعمل الآن سكويز لكل أصحاب الشورت، أصحاب اللونج، من أجل إخراجه من السوق، ثم طبعا اتخاذ الوجهة الحقيقية التي نحن بصدد تكوينها بإذن الله تعالى، وهي إلى الأعلى. سيقول لي قائل: بالنسبة للداو جونز والناسداك وغيرها والأسواق تتأثر أيضا هي على مشارف قاع تاريخي على الأسواق المالية الأخرى، وأظن أننا اقتربنا، وصلنا من مستويات الكابيتوليشن، اقتربنا منها. كذلك ممكن أن نذهب إلى أسفل، ليس عندي مشكل أنه نذهب إلى هذه اللو. المهم على العموم نحن في مستويات، خصوصا يعني حينما نتحدث مثلا عن الناسداك مثلا، ف الآن هذا تصحيح ل 30%، زيادة من 30%، هذا جد ممتاز، وما حدث إلا في قاع كورونا في هذا الأمر. وممكن نشهد يعني بير ماركت طويل الأجل على الأسواق المالية، هذا لا يعنيني. المهم أنا بالنسبة إلي البيتكوين إشاراتي تقول الصعود. كذلك عندك الدولار إندكس الذي وصل مستوى الانحراف وبدأ يصحح، وهذا شيء طيب، مما سيترك مجالا لليورو الذي بدأ يرتد، وكذلك البيتكوين الذي والأسواق المالية التي سوف يأتي دورها بإذن الله. كما قلت لكم يعني بالنسبة للإس بي 500 عندنا دايفرجنس موجود ممتاز على الناسداك. كذلك كل هذه الأمور تدلنا على أن مومنتوم جيد، أن الأمور في ثبات، وأننا وصلنا إلى مستويات التي فيها الناس كل خائف، كما حدث في كراش كورونا. هذا الذي يعجبني، يعني حينما أرى السنتيمنت يتغير للناس بهذا الشكل، وحسب تجربتي الشخصية يعني طبعا والمتواضعة في هذا الميدان، أقولها وبأمانة، نحن نقترب من قاع حقيقي وتاريخي وليس قاع مؤقت كما سبق وذكرت. بالنسبة لوضع البيتكوين، سيقول لي قائل: هل نعم نحن قد ننزل؟ بالنسبة للسيناريوهات المحتملة ممكن يعني أريلو زون عندي كمستهدف عالي جدا. نعود إلى هذه المستويات لمن يعني يريد أن يتداول، أو يعني في هذا المكان، يعني في هذه المستويات ممكن نعود إليها. أسفل هذا اللو ليس عندي مشكل أن نعود إليه طبعا في هذا المكان، وممكن يعني فالعودة باختصار شديد في هذه الأماكن قد يكون على هذه المستويات W pattern، ممكن في هذا المكان، أو أيضا سبرينج آخر من أجل يعني هنا إذا كانت سيولة. المهم على العموم نحن اقتربنا جدا 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 من القاع التاريخي، وأظن أننا سواء كوناه الآن. المهم ما أراه
هو أن الكبار يشترون ويزيدون من الكميات، كل شيء بالنسبة إلي جد إيجابي، يعني وهذه الأسعار التي نشاهدها ربما لن نشاهدها مطلقا لاحقا بإذن الله تعالى، وأظن أنها ستكون يعني للذكرى كما حدث في قاع كورونا وكانت للذكرى تلك الأسعار. أظن أننا نحن على تقريبا نفس الأمور بإذن الله تعالى حسب هذا الوضع الذي أشاهده حاليا. لو جئنا ببساطة وأخذ لك مثلا إيشيموكو بالنسبة إلي مثلا على فريم الديلي، لو أخذنا أيضا حتى الموفينجات، هذه الموفينجات التي حتى هذه الكبيرة التي هي موفين 600 ولا نحصل ولا ننزل أسفلها غالبا على فريم الديلي إلا حينما نكون في البير ماركت ونقترب من نهايته، يعني بالنسبة إلي في هذا المستوى يعني السنتيمنت يتغير بشكل جذري وشكل ممتاز. أظن أننا حان الوقت للتغيير الاتجاه. بالنسبة لفريم الديلي كان شاهد معي على الإيشيموكو، نحن فوق لاتينكان، بمعنى أنه أغلقنا فوق لاتينكان والهدف هو لاكيجون بعدها ثم إلى الغيم. بالنسبة لفريم 4 ساعات وهذا الذي مهم، كنا على مشارف الكسر، حتى لو لم نكسر في هذا المكان ف أيضا عندنا فرصة للخروج من هذا الغيمة بشكل قوي جدا مع مقاومة ضعيفة ضعيفة على هذه المستويات. يعني الغيمة وغالبا يعني حينما نتحدث عن فريم 4 ساعات يكون دائما جيد مع مومنتوم إيجابي، كل شيء يعني كل شيء يدل بالنسبة إلي على أننا نكون القاع بإذن الله تعالى وأننا اقتربنا من نهايته مع سنتيمنت البيريش على السوق ككل، وأننا الآن بصدد تغيير الوجهة بإذن الله تعالى. هذا باختصار يعني وضع السوق يعني ونظرة عامة لما رأيته وأراه حاليا. أظن أن المسألة ما هي إلا مسألة وقت، ومن صبر سوف يجازى بصبره بإذن الله تعالى. بالنسبة لمن يسأل عن الألت، الألت بالنسبة إلي، بالنسبة لو نلقي نظرة عامة، سوف آخذ النظرة العامة، نأخذها مثلا على التوتال أو على الكريبتو الـ30 العملة القوية الاندكس، فهو بين قوسين في بيريشنس مثل التوتال، يعني نفس الحركة، لكن بدأنا نكون العكس. ماذا يحدث على تريدنج فيو؟ لماذا هذا الثقل في البيانات؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أدري لماذا هذا الثقل في البيانات على تريدنج فيو. أوكي، كما تشاهدون معي هذا الشرط هو بيريش على الويكلي، أغلقنا أسفل الغيمة بيريش، كل شيء بيريش، ولكن نحن بعيدون كل البعد على المتوسطات وعلى العموم، وعلى العموم أقل شيء فنعود. لكن الآن الحديث حول الألت يجب تجنبه حسب نوع الألت، يعني ولأن الحركات ممكن يعني حركة على البيتكوين سوف تدمي المحفظة من خلال الألت الذي سوف تريد التموقع حوله، لذا احذر من حركات الألت. أقول لك أن المستوى يعني بدأنا بين قوسين مومنتوم يعود إلى الإيجابي على الفريم ديلي، إذا فالمسألة سوف يأخذ وقتا خصوصا على الألت، بينما البيتكوين القائد هو في صحة جيدة مع الحيتان. بالنسبة للتوتال مقابل البيتكوين، يعني النظرة العامة كما قلت دبليو باتن على المومنتوم مع دايفرجنس، هذا بالنسبة إلي جيد جيد مع حركة المومنتوم التي بدأت تضعف نحو البيع، وبدأنا نستهدف المنطقة العليا بإذن الله تعالى، يعني كقوة على حتى على الألت مقابل البيتكوين. إذا فأنا بالنسبة إلي الحركة ستكون، يعني هناك بعض الألت التي تظهر نوعا من القوة، كما تشاهد يعني هنا على توتال 2 وتوتال 3 مومنتوم دولاريا جيد، يعني عموما فهو ليس بهذا السوء. مثلا عملة كمثال، يعني لو أخذنا الإيثريوم كيف هو مقابل الدولار، لو أخذت الإيثريوم سهو تراه بنفس حركة البيتكوين، يعني هو تابع. لماذا؟ لأنه الحركة التي يعملها مقابل البيتكوين هي تقريبا نفس الشيء، إذا فهو داخل رينج مستوى قلنا صاعد والقاع أعلى من قاع لحد الساعة، لا زال
لم يكسر هذا اللو ولم يكسر هذا اللو، اذا ما زال بوليش الايثريوم قبل البيتكوين فقط. فالحركات العنيفه التي اخذها الالت دائما تكون بهذا الشكل. بالنسبه لرائد السوق بين قوسين يعني على منصه باينانس، باينانس كما تشاهد يعني على مقابل بيتكوين وليش. فحينما يكون هذا فاكيد قلت لك اننا كوننا تقريبا قاع باذن الله تعالى. على العموم ستجد بعض الالت يعني يعني تتفوق حتى على البيتكوين او هي جيده، لكن احذر ان تتداول عليها الا اذا كنت يعني محترف في هذا الباب يعني، ويعني او اقل شيء استخدم ستوب لوس، استخدم ستوب لوس يعني. وفي هذا الوضع الكارثي انا اقول لك لضمان حركتك بشكل جيد خذ لك البيتكوين، وبعدها بعد حينما يبدا البيتكوين يتقوى وياخذ الطريق الصاعد انذاك خذ لك بعض الالت من خلال هذا البيتكوين الذي اشتريت. هذه الفكره، وستكون رابحا دولاريا وكوينيا افضل من ان تضع نفسك الان في الالت التي قد تنزف اكثر وبذلك تتعرض لمجازر اخرى، لانه يجب ان تفهم هذا الامر. اذا ولكي اعطيك نظره، مثلا حينما نتحدث مثلا عمله اي اكس اس كمثال بسيط، هذه العمله التي انا بالنسبه الي بقي فيها باقي فيها يعني جزء يسير من الارباح، من الارباح للارباح، لاني اشتريتها من 2 دولار، فحتى مع وضع السوق حاليا انا على 10 اضعاف من سعرها الذي هي فيه الان، يعني كي تفهم الفكره. لكن هذا بير ماركت قوي جدا، ترند قوي جدا نازل، اذا هل ستتوقف؟ ليس بعد، ممكن تزيد من النزيف، هذا هو المشكل. لذا لا تستعجل وتنط حول هذه العملات وتقول لا لقد نزلت كانت 160 والآن 20 فهي قسمت على 8 سعرها إذا فهي جد ممتازة. لا، ولكي تتخذ الدرس خذ لك عملة لونا، لونا لونا يا لونا، لكي تأخذ الدرس. هذا الدرس يجب أن تأخذه وتتعلم. إذا كانت نازلة ونشيت با أنكوتو في طوم، إذا كان سكين نازلا وينزف بحدة نحن لا نلتقطه، نحن لا نشتري هذا السكين النازل ولا نلتقطه لأنه سوف يقوم بثقب أيدينا. هذا باختصار شديد، وضع السوق يجب أن تنتظر حتى تعطيك نظرة. على العموم بالنسبة لمن يسألني حول سولانا، عفوا حول لونا وستابل كوين الخاص بها، هناك عدة محاولات، هناك حديث حول هارد فورك للعملة، والهارد فورك بطبيعة الحال سيتحدثون عن الناس الذين هم هولدر. ولعلمكم فباينانس أكبر الخاسرين من هذا السوق، لأنهم كان عندهم أرباح خرافية من خلال استثمارهم في عدة ملايين من البيتكوين التي أصبحت ملايير، والمحفظة الحالية عندهم تقارب 3000 دولار على ما أذكر أو 5000 دولار، يعني ضحكت حينما سمعت هذا الكلام. المهم يعني لكي تفهموا أنه لستم أنتم الخاسرين، حتى باينانس أكبر الخاسرين من هذا التلاعب الذي حدث من الكبار. من لذا هذا السوق على المخاطرة، لذا احرص على أن تكون لك إدارة مالية، إدارة مالية، ودائما أركز على إدارة مالية، إدارة المالية، إدارة مالية. لماذا؟ لأني يعني كانت عندي لونا أيضا وأنا من الخاسرين في لونا حاليا، ولكن كانت عندي 3 قطع، يعني بالنسبة إلي لن أتأثر أي شيء، هذا هو الفارق. يعني أكيد هناك تأثر يعني في سعر يذهب إلى الصفر بين قوسين بين عشية وضحاها، ولكن هذا داخل ضمن الريسك الذي أنا أخذته على نفسي دون أي مشاكل. هذا هو الفرق بيني وبينك. أما أنت أن تضع كل بيضك في سلة واحدة في عملة مثلا مثل لونا، وللأسف الشديد سمعت هذا الكلام أن هناك من المحافظ التي تعمل كوبي تريدين للأسف الشديد واشترت أول إن بلونا، قالت نزلت هذا النزيف سوف ترتد ونربح ونصبح أغنياء. للأسف الشديد هؤلاء الذين وثقوا في هؤلاء المبتدئين، أقولها بالصراحة، الذين وثقوا في هؤلاء المبتدئين بالله عليكم لا تضعوا ثقتكم في شخص لا تعرفون أداءه حقيقة في السوق ويعطيك دليل أدائه لسنوات. إذا لم يكن هذا فلا تثق في أي أحد.
هذا باختصار، وأتوقف عند إن شاء الله عند هذا الحد. يعني وددت أن يعني لم أضع لكم فيديوهات منذ مدة، يعني سجلت لكم هذه المحاضرة مع إخواننا في الدورة، وبعدها واصل مع أحبابي في الدورة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.